مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في الأردن، تشهد الساحة السياسية الداخلية زخماً سياسياً في ظل الأوامر الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لعام 2024. ما في منهم فعل، بس قول قليل منهم، مش إننا نحكي الغالبية، بس قليل منهم اللي بينفذ اللي بيطلبوه المواطنين. أما الغالبية منهم لا، بس شغل الاستعراض انتخابي بس، لا أكثر ولا أقل. طبعا سأشارك بالانتخابات، يعني هذا واجب وطني، واجب على كل مواطن أردني أنه يشارك بالانتخابات. هذا صوتك لازم توصله أنت للي بيستحقه، بس هو هذا أكيد مشاركة واجبة على كل مواطن أردني بصراحة. أنه لازم نحاول نطلع على البرلمان ناس يعني كفؤين وكويسين، فإحنا بنشارك. هلا بعدين شو النتيجة، هذا الموضوع مش بإيدينا، بس احنا بنعمل اللي علينا. هسه مثلا انا راح انتخب شخص مؤيد لانه بدي يوجه صورة الشباب ان احنا بشكل ثاني، هذا هو المبدأ اللي بدي انتخب عليه عشان نحسن صورة الشباب، يعطينا اشياء احسن للتحسين للتطوير. بصراحة ما شفت انا من البرلمان على مدار هالسنين انه اخذ موقف لمصلحة المواطن او انه مشي بناء على رغبة المواطن، فدائما بالعكس كان هو خصم للمواطنين، فانا ما راح اشارك. طبعا راح نصوت، أول شيء هذا عرس وطني يعني لابد منه، لابد أنك تكون تشارك فيه، بس بدك تعطي صوتك بدك تعطيه بأمان بصراحة. يعني شفنا المجلس اللي قبله والمجلس اللي قبله والمجلس اللي قبله بطل زي زمان، فعشان هيك بدك تنتقي واحد زي العالم والناس يعني اللي يكون يمثلك بالمجلس. وفي هذا السياق عبر بعض المواطنين عن دعمهم للتغيرات الجديدة في القوانين الانتخابية، حيث رأوا أن تخصيص المقاعد الحزبية يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار سياسي وتمثيل أكثر فاعلية للأحزاب في البرلمان. المجالس النواب اللي مرقت ما كانت تخدم ولا كانت تعمل إشي للمواطن أو للبلد، بالعكس يعني البلد صار فيها عجوزات وصار علينا ديون زيادة. يعني بديش أحط صوتي بمكان يطلع مش بمحله، فخلص استغني عن الموضوع إلا إذا كان في واحد، في ناس ولاد حلال يعني ممكن إنه يستاهل الصوت. والله صراحة لا، لأنه أغلبهم بعطوك وعد وبخلفوك، يعني مش الكل بيكون صادق معك، يعني بدك يعطيك متطلب إشي يحسن من إشي، بس أول ما يصير على الكرسي بخلف معك. أنا لما أروح أصوت عليك وأعطل حالي طول النهار وبكرة بس تفوت المجلس ما بتردش علي ولا بتطلش علي، حتى سلام ما بتسلم علي، شو بدي فيك؟ صح ولا لا؟ يعني أنت بتضيع وقت وجهد وبتعمل مشاكل بينك وبين قرايبك، لأنه يكون 4-5 نازلين وأنت بدك تتجه لواحد تترك الباقيين، بيحطها نقطة عليك طول الحياة انه صوت معاي موقف معاي، تعمل حساسية بينك وبين الناس، بس يعني ايش اللي راحت بالك من البداية زي ما بيحكوها. صراحة لا، لانه ما بتحس انه في حدا بفيدك صراحة، ما في فايدة باي حدا. اكيد راح اشارك في هاي، يعني بمعنى عرس وطني هذا بيكون، ولازم يكون في اختيار صح للشخص. يعني في كتير أشخاص ما بيروحوا بيشاركوا بالعملية الانتخابية وما لهم الحق أصلاً بعدين ينتقدوا إنه النائب عمل أو ما عمل. أنا بحكي اللي بيروح وبيعمل جهد وبروح بيشارك في هذا العرس الوطني مفروض له الحق أصلاً إنه يحكي أو ينتقد، سواء النائب اللي انتخبه أو النائب الموجود في تحت قبة البرلمان. لا ما راح أصوت الصراحة، لأنه خلص كل واحد بيوصل منصبه فعليا بنسى العشيرة أو الناس اللي حواليه، عرفت؟ بس هذا هو السبب. يعني كنا جربنا قبل هالمرات نفس السبب بطل، بس أوصل منصبه خلص. بصراحة لا، لأنه عمري بحياتي ما صوت أول إشي، وثاني إشي فيش حدا بستاهل يعني الصراحة، بس أبدا مستحيل، عمري بحياتي ما صوت لأنه ما حدا بستاهل. ويظل المجتمع الأردني ينتظر بفارغ الصبر لمعرفة ما ستسفر عنه الانتخابات القادمة، وهل ستشهد فعلا تحولات إيجابية في الساحة السياسية أم سيبقى الحال على ما هو عليه. راشد المعايطة، الحقيقة الدولية.